طابت اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم. تحت ظلال اعلام دولة الجنوب وعلى ايقاع انغام الثورة الجنوبية التحررية، احتشدت مدينة سيئون بمليونية الخلاص. لقد قالت الجموع بصوت واضح وقوي بان حضرموت الجنوب والجنوب حضرموت، ولا مجال لخلط الاوراق وارباك المشهد من خلال مشاريع صغيرة يقف خلفها من احتل الارض ونهب الثروات طوال 3 عقود مضت. نقف في هذه الحلقة أمام مليونية الخلاص ونستخلص الرسائل والدروس ونرصد ردود الفعل المختلفة وندرس كل الخيارات المتاحة، لكن بعد هذا التقرير. بالتزامن مع احتفالات الشعب الجنوبي بذكرى 59 لثورة أكتوبر المجيدة، أطلق أبناء حضرموت الإنذار الأخير للمنطقة العسكرية الأولى من خلال مليونية الخلاص التي احتضنتها ساحة قصر السلطان الكثير في مدينة سيئون. مليونية تذكر بأن الأرض التي لفظت المستعمر البريطاني لن تكون وطنا بديلا لجماعة إرهابية منبوذة، كما تؤكد بأن حضرموت جزءا لا يتجزأ من دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، موجهة صفعة قوية للأصوات التي تعزف على وتر دولة حضرموت وتسعى إلى تحويلها إمارة إخوانية. وخرجت المليونية ببيان تضمن 12 مطلبا حضرميا، منها الرفض التام والمطلق لبقاء قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي وصحراء حضرموت، وإحلال قوات النخبة الحضرمية وقوات دفاع حضرموت محل تلك القوات العسكرية الغاصبة والناهبة للثروات. كما طلب البيان دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإلزام قوات المنطقة العسكرية الأولى بالرحيل عن وادي وصحراء حضرموت والإسراع بتجنيد 25,000 جندي لتشكيل قوات دفاع حضرموت. يذكر أن هذه المطالب قد شملها في وقت سابق اتفاق الرياض، غير أنها لم تنفذ بسبب تعنت حزب الإصلاح الإخواني. وفي حال فشلت الاحتجاجات السلمية في تحقيق أهدافها، فإن الأمور تسير باتجاه الخيار العسكري على غرار أبين وشبوة، وهذا ما أكدته قيادة المجلس الانتقالي في أكثر من مناسبة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مجددا. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفي لهذه الحلقة. معنا الأستاذ محمد باتيس محلل سياسي ينضم إلينا من العاصمة عدن. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا بك ومنورنا. كما سيكون معنا في المحور الثاني دكتور رزق الجابري أستاذ الجغرافيا السكانية من المكلا. سأبدأ بك أستاذ محمد باتيس من عدن. كما تابعت التقرير نتحدث اليوم عن مليونية الخلاص التي احتضنتها مدينة سيئون بالتزامن مع الذكرى 59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة. نسأل في البداية، يعني ما هي الرسائل السياسية التي حملتها هذه المليونية، مليونية الخلاص في سيئون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحياتي لك أستاذ جمال ولضيوفك الكرام والمشاهدي قناة الغد المشرق. طبعا الرسائل السياسية التي حملتها مليونية الخلاص في سيئون هي رسائل واضحة للداخل والخارج أن حضرموت عصية وترفض الإذلال والارتهان لقوى الأخوان وميليشياتها الأرهابية، وترفع صوتها عاليا لإخراج هذه القوات وميليشياتها الأرهابية الجاثمة على تراب حضرموت، وأن أيضا حضرموت جنوبية وقلب الجنوب النابض، ولا جنوب بدون حضرموت ولا حضرموت بدون جنوب. وهناك أيضا رسائل للأخوة في الشقة في التحالف العربي أيضا أن بلغ السيل الزباع عند المجتمع الحضرمي من بطش وعن جهية ميليشيات المنطقة العسكرية الأولى في تماديها بقتل والتنكيل بأبناء حضرموت، وأصبحت معسكراتها ملاذا للقوى الأرهابية وملاذا أيضا للقوى
الخليط الممزوج ما بين القوى الميليشيات داعش والقاعدة والقوى الحوثية أيضا نعم. الهاربة أو التي تنفذ أجنداتها في وادي حضرموت. طبعا المنطقة العسكرية الأولى هي الذراع الممتدة للقوى الحوثية على طول وادي حضرموت إلى حدود عمان وإلى المنافذ البحرية لتهريب الأسلحة، ولا رفعت الجماهير صوتها لرفض المشاريع نعم استاذ محمد المعادية للتحالف العربي بما فيهم نعم، وأيضا التدخل الميليشيات يعني الحوثية. أنه الرسائل كما ذكرت أنت هي إثبات أن حضرموت جنوبية، وأيضا قطع بعض الدعاوى التي تنادي بشعارات من قبيل أن حضرموت دولة مستقلة وما إلى ذلك، وأيضا رسالة للجماعة الإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين. معلوم أن حضرموت قد شهدت في فترات سابقة عدد من المظاهرات والمسيرات، إن كان في سيئون إن كان في القطن وتريم، لكن بالوقوف أمام هذه المليونية ربما كانت الأكبر على الإطلاق، وبالوقوف أمام التسمية أيضا، ما دلالة التسمية تسميتها بمليونية الخلاص؟ طبعا في اعتقادي أن مليونية الخلاص هو تتويج لما يعني الحراك الشعبي الممتد على أكثر من شهر ونصف، وخرج المجتمع والشعب في القرى وفي الوديان وفي حواضر حضرموت ويطالب بإخراج هذه الميليشيات المنطقة، ميليشيات المنطقة العسكرية الأولى الجاثمة على تراب وصدر أهلنا في وادي حضرموت، وسميت مليونة الخلاص حتى تودي رسالة يعني مفادها أن السيل بلغ الزباع عند المجتمع الحضرمي، نعم، ولا بد من اتخاذ قرارات جريئة من الشقة في التحالف العربي ومن مجلس القيادة الرئاسي بإخراج هذه القوات، وإلا ربما يلجأ الشعب إلى طرق وأدوات ووسائل أخرى بعد أن نهج نهجه السلمي والذي متمسك به لا زال لما اليوم، وسماها مليونية الخلاص. أنت تتخيل أستاذي العزيز شعب يأن تحت وطأة الفقر وال الجوع وغلاء الأسعار وانهيار العملة وكثير منه، وتوقع الجانب السلمي الذي تحلت به هذه الجماهير لم تقطف زهرة من حديقة أو تسيل أحد، وإنما رفعت صوتها بإخراج ظلم واقع وجور عليها من هذه الميليشيات التي تعيث فسادا في وادي حضرموت. أعتقد أن مسماها هو مليونية نعم. الخلاص وسيكون كذلك بإذن الله. صرخة غضب حضرمية، المعذرة على المقاطعة، هي صرخة غضب حضرمية ربما يريد الحضارم أن يقولوا خلاص أنت لهذه الجماعات، يعني خلاص انتهى دوركم، انتهت فترة بقائكم في حضرموت. بالانتقال إلى سؤال آخر أستاذ محمد، المليونية خرجت بـ 12 نقطة في بيان هذه المليونية، يعني ما هي الأولوية، ما هي أولويات الأولوية من هذه النقاط الاثنى عشر؟ طبعا الأولوية هي أولا إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال مكانها قوات النخبة الحضرمية، نعم. ثانيا تشكيل قوة دفاع حضرموت من 25,000 جندي من بحسب مخرجات لقاء حرو العام والفعاليات الجماهيرية السابقة في هذا الجانب، وهي رسالة موجهة للأشقة في التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي، لأن حضرموت كبيرة وتحتاج إلى قوات يعني أعداد كبيرة لتأمين مساحتها الجغرافية الممتدة من رماه شرقا إلى منفذ الوديعة غربا. هذه وكذلك مباركة الجماهير أيضا يعني في عملية سهام الشرق وسهام الجنوب، وهي رسالة واضحة في تأييد المجتمع الحضرمي لمكافحة الأرهاب والقضاء على القوى والتنظيمات الأرهابية، نعم. وكذلك الإشادة بالحوار الجنوبي الجنوبي والانفتاح الجنوبي في توحيد الصف، والقرار الشجاع الذي اتخذه المجلس الانتقالي في الحوار، وكذلك نقطة مهمة جدا وهي محاربة الفساد والمفسدين في مؤسسات الدولة الذين يعيثون فسادا بمقدرات البلاد
أيضا الخدمات التي يعاني منها المجتمع من سوء الخدمات في جانب الكهرباء، نعم وكذلك المعلمين ورواتب المعلمين ومشكلته. هذه أبرز النقاط تقريبا المطالبة في مليونية الخلاص. صحيح أستاذ محمد، لكن إذا مرتبناها بحسب الأولوية أعتقد أنه يعني الأولوية الأولى يعني خروج هذه الجماعات من وادي حضرموت، لأنه خروج هذه الجماعات من وادي حضرموت يعني ستحل ملفات أمنية وملفات اقتصادية وملفات خدمية وما إلى ذلك. بالانتقال إلى سؤال آخر صحيح. أستاذ محمد، فيما يخص ردود الفعل المختلفة، يعني كيف تابعت ردود فعل الإخوان المسلمين، لاسيما وأنهم قد حشروا في فترة سابقة لهذه المليونية، حاولوا أن يخرجوا عدد من الحضارم المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بقيادة صلاح باتيس، ورفعوا شعارات من قبيل دولة حضرموت وما إلى ذلك، وبالتالي كيف تابعت ردة فعلهم من بعد هذه المليونية؟ طبعا هي هم في حالة انهيار وفي حالة ضعف وفي حالة شتات لهذا التنظيم الإخواني ممثل في حزب الإصلاح، وهو يسعى الآن إلى شق المجتمع الحضرمي وإثارة الفتن والعودة إلى القبيلة والتعصب القبلي الذي تجاوزته حضرموت في ثلاثينيات القرن الماضي فيما يسمى بمعاهدة إنجرامس، الذي حول الدولة من دولة عصبيات قبلية إلى دولة قانون، ومن ذاك الحين فدور القبيلة كان مدني ولم تتكلم كل قبيلة باسمها. واليوم يسعى هذا التنظيم وهذا الحزب لإثارة النعرات القبلية، وكل قبيلة تتكلم باسمها ويعزف على ورقة دولة حضرموت واستقلال حضرموت التي هي من صنيعته، وما يسمى بالعصبة الحضرمية التي هي منتج من نتاج حزب الإصلاح الإخواني الموجود نعم. حينها في أوج قوته، واستطاع أن ينشي هذه الكنتونات الصغيرة المنتمية له حتى يرجع لها. توقع أستاذي أن هذا التنظيم وهذا الحزب يعني يرفع شعارات يعني جوفاء، شعارات تتنافى مع نهجه الذي يريد أن يقيم دولة إسلامية من المحيط إلى الخليج، ويرجع الآن يطالب ب ب ب بدولة يعني مسخ، دولة ليس لها وجود على الواقع، حتى العلم الذي يرفعونه لا ندري إلى أي دولة. الذي معروف في حضرموت هي الدولة الكثيرية والدولة القعيطية والدولة العمودية ودولة الكسادي ودولة البريكي، وفي شبوة دولة الواحدي ودولة العوالق، وهذه السلطنات المعروفة في عهد الاستعمار البريطاني. لكن ما الذي يريد منه هذا التنظيم المافون، هذا الحزب المأزوم الذي يريد أن ينخر في 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 عظم المجتمع الحضرمي صحيح. ويريد تشتيته؟ العالم كله ينظر إلى المجتمع المدني، وكلمة المجتمع المدني ما فيهم طلبة الجامعات والدكاترة والمثقفين الذين خرجوا في مليونية الخلاص في وادي حضرموت في حضرة السيون، وقالوا كلمتهم أن حضرموت جنوبية وحضرموت تنشد التحرير والاستقلال واستعادة وبناء الدولة الجنوبية نعم. كاملة السيادة من المهرة شرقا إلى المندب غربا. هذا صوت صحيح. حضرموت الحقيقي، وإنما كلما ينتهج هذا الحزب في أدلجة القبيلة وتحدث باسم القبيلة، هذا لا ينطلي على القبائل. أخواننا في القبائل، في قبائل آل كثير وفي قبائل الحموم، هم قبائل أصيلة نعم. ومن المجتمع الحضرمي الحقيقي الذي يعرف مصلحته ويعرف هو. الآن هذا الحزب يتجه إلى العناصر الموجودة له في هذه القبائل لإثارة وإصدار بيانات من هنا ومن هنا بمطالب باطلة ومطالب لا يؤيدها عقل ولا يؤيدها صحيح أستاذ محمد منطق. هو ربما يشرخ الصف الحضرمي، يحاول أن يربك المشهد الحضرمي ويقفز على مطالب الناس من خلال هذه الشعارات، لكن الحضارم ربما يدركون اليوم أنه ربما يعني دولة حضرموت شعار من شعارات الإخوان المسلمين يراد بها نصف هذه الجهود الجنوبية التي بدأت اليوم تتلاحم بشكل كبير جدا. كيف تفهم أيضا هذا التناقض، أو كيف يفهم الشارع الحضرمي هذا التناقض اليوم فيما يخص أنه الإخوان يطرحون يعني
إما أن تكون أو يطرحون خيارين، إما أن تكون حضرموت تابعة لقوى شمالية متنفذة وتستطيع هذه القوى أن تنهب الثروات وتسيطر على الموارد، وإما أن تكون حضرموت دولة يعني مستقلة ولا يهمهم فيما بعد كيف سيكون شكل هذه الدولة ومستقبلها. كيف تفهمون هذا التناقض؟ طبعا تناقض يعني فاضح، وتناقض يعني يكشف نفسه بنفسه، في لم يوجد في قاموس الشعوب أكثر من خيار في ثوراتهم. نعم. الشعوب تقول كلمتها وتبقى على مبدأ واحد وعلى ثورة واحدة وعلى أهداف واحدة، ولا يوجد أما وإلا. فهذا الحزب المافون الذي فقد مصداقيته لداء الشارع الحضرمي، نعم، يقول أما إذا يا أما نسحبكم، نسحب حضرموت ومجتمع حضرموت الراقي المتطور المدني إلى باب اليمن، صحيح، إلى القبائل طوق صنعاء الهمجية، وأما أن نضحك عليكم ونقول لكم شوكم دولة ونجلس فترة نتسيد المشهد في حضرموت ويعزفوا يمارسون مختلف عملياتهم الإرهابية في استهداف القوى المدنية والكوادر الحضرمية في مثل ما دأبوا عليه من قبل، والهدف أيضا سلخ مثل ما دأبوا عليه من قبل، نعم، يعني من محيطها الجغرافي الجنوبي ونسيها الاجتماعي الجنوبي. بالسؤال عن مدى التنسيق أستاذ محمد، يعني ربما هذه الأمور انكشفت اليوم للحضارم والجنوبيين بشكل كبير، لكن ما مستوى التنسيق أيضا بين المكونات الحضرمية؟ هناك حبة حضرمية أولى وثانية، جامع حضرموت، لقاء حر وما إلى ذلك. ما مدى التنسيق اليوم بين كل هذه المكونات لاستشعار كل هذه المخاطر ضد حضرموت؟ طبعا أولا أستاذ، ودعني أوضح لك أن المجتمع الحضرمي هو مجتمع مثقف، مجتمع قاري، مجتمع أصبح العالم قرية اليوم للكبير والصغير، الذي داخل المدن والذي في الأرياف، وحتى البدو الذي في الشعاب كل واحد لديه التلفون، وأصبحوا مثقفين يعرفون ماذا يدور حولهم وماذا يراد لحضرموت. أصبح الجميع يعرف مصلحة حضرموت إلى أين، وهو خيار السواد الأعظم من شعب حضرموت الذي يقول أن حضرموت أقليم مستقل في ظل دولة جنوبية قادمة، مثل ما نصت عليه مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع الذي يرأسه الشيخ عامر بن حبريشة الحمومي. وكل الناس يعني الحضارم أيدوا هذا، أن حضرموت أقليم مستقل بسيادة كاملة على موارده وعلى أن يتولى أبنائه والجانب المدني والعسكري والأمني. نعم. في والمجلس الانتقالي يدعم هذا التوجه لكل الأقاليم الجنوبية الموجودة والمطالب بها أو الذي تنشدها الدولة الجنوبية القادمة الفيدرالية، ولا خلاف على هذا. نعم. لكن التنسيق ما بين هذه المكونات يعني تنسيق كبير، ولا أعتقد أن حد حضرمي اليوم يريد أن يجر حضرموت إلى باب اليمن، إلى من يعني الحوثي حسم أمره، والآن القوى الخيرة والقوى الحية كلها والقوات الموجودة على أرض محمد. الجنوب يجب أن الشمالية أو القوى العسكرية الموجودة من الشمال لازم أن تتحرك في مجابهة الحوثي، وكل القوى المدنية والعسكرية ستكون إلى جانبها في مقارعة ميليشيات الحوثي، حتى إسقاط هذه الميليشيات التي هددت أمننا القومي العربي، والتي يراد منها أن تكون حزب الله ثاني في اليمن، ولن يكون لهم هذا. يعني التنسيق كبير، ويعرف أهلنا الخطورة على الجنوب وعلى حضرموت من هذه الميليشيات، ولا هي من الأساسات القوية، يعني إن كان في حضرموت أو في باقي المحافظات الجنوبية هناك حالة من الوعي الكبير لكل هذه المهم مخططات. أصبح الشعب واعي لكل ما يحاك ضد قضيته وضد استحقاقاته السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. كسؤال أخير أستاذ محمد، يعني حضرموت يعني بعد هذه المليونية التي كانت أيضا تتويج لمظاهرات ومسيرات كبيرة في فترة سابقة، يعني ماذا بعد هذه المليونية؟
ما هي الآمال أو ما مستوى أن تستجيب هذه القوى للخروج من حضرموت بسلام دون أن يكون هناك سيناريوهات عسكرية؟ طبعا نحن كمجتمع وكأحد أبناء حضرموت ننشد أن تستجيب هذه القوات وأن تستجيب لصوت الشارع الحضرمي وأن تخرج سلما، نعم، للذهاب إلى الدفاع عن أهلهم وعن بيوتهم في المناطق الشمالية. لا، المجتمع الحضرمي قال كلمته تماشيا مع اتفاق الرياض ومشاورات الرياض الأخيرة التي نصت بنودها أو في الجانب العسكري والأمني على إخراج هذه القوات إلى جبهات التماس مع الحوثي. نعم. لم يطالبوا أهلنا في حضرموت بشيء باطل أو بشيء يتنافى مع أو يتنافى مع توجهات أشقائنا في التحالف، وكذلك مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي. كل القوى اتخذت قرار أن تتحرك هذه القوى إلى، ولكن في ميليشيات ترفض هذا الانسحاب من وادي حضرموت، وهي في حال رفضت أستاذ محمد ما هي الخيارات؟ تدين بالولاء أو تدين بالولاء. نتمنى أن يتخذ القرار وترفض هذه الميليشيات، سيتعامل معها أبناء حضرموت بالطريقة التي يفهمونها وكما فهمتها الميليشيات غيرها في محافظة شبوة وفي محافظة أبين. ونؤكد أن لن يستمر وجودها أكثر من 3 أيام إلى أسبوع إذا رفضت أو تمردت على قرارات القيادة الرئاسي أو قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي أو قرارات التحالف. أيضا هم أوهن من بيت العنكبوت، هم يعيشون فترة ضعف يعني كبيرة جدا يفهمها القاصي والداني، وهو أيضا انعكاس لضعف نفوذ التنظيمات الأخوانية وحزب الإصلاح أيضا في المجتمع. هم أصبحوا كلها قوى سياسية وقوى حزبية مأفونة منبوذة مجتمعيا. هدفها الأخير هو شق الصف الحضرمي، هو إثارة النعرات، إثارة القبلية حتى تستطيع أن تعيش في هذا المستنقع. صحيح أستاذ محمد، وهي ما المعذرة المقاطعة أنها ما تعيش عشان الوقت فقط. نعم، هم يريدوا كل هذا، لكن حضرموت تريد شيئا آخر، وهو أن تكون يعني جزء لا يتجزا من الجنوب في إطار دولة فيدرالية، في إطار دولة جنوبية فيدرالية مستقلة. في الختام أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد باتيس، محلل سياسي، كنت معنا من العاصمة عدن. مشاهدي الكرام، نطلع فاصل ومن ثم نستقبل الدكتور رزق الجابري أستاذ الجغرافيا السكانية، سينضم إلينا من المكلا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مجددا، اسمحوا لي الآن أن أرحب بضيفي من المكلا دكتور رزق الجابري أستاذ الجغرافيا السكانية. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بك وضيوفك الكرام وجمهور المشاهدين والقناة. أهلا بك دكتور، اسمح لي فقط أن نتابع هذا الاستطلاع وسأعود لك. مليونية الخلاص أوصلت رسالة للمجتمع الدولي والإقليمي وكذلك للقيادة الرئاسية أن شعب حضرموت والجنوب عامة تريد استعادة دولتها من أجل الخلاص من هذه الشردمة الموجودة المنطقة العسكرية الأولى، ونريد أن يفهم العالم أن نحن أصحاب حق ولن نفرط في حقوقنا أبدا. ما بعد مليونية سيئون سيستمر التصعيد بكل أشكاله، ومرحلة قد تتطلب مرحلة حسم عسكري، هذا على القيادة السياسية متمثلة في المجلس الرئاسي أن تتخذ هذا القرار في هذا الجانب مع التحالف العربي لإخراج هذه القوات من محافظة حضرموت بالذات من الوادي والصحراء، وتوجيه هذه القوات صوب المواجهة مع الحوثي في جبهات القتال. حضرموت ستظل وكانت جنوبية الهوية وجنوبية الهواء. ثانيا، هذه المليونية ستشكل ضغط على قوى الموجودة داخليا وخارجيا في التسريع بتنفيذ اتفاق الرياض وخروج هذه القوات الموجودة في الوادي إلى جبهات التماس مع الحوثي، ويجب أن تسلم حضرموت لأبنائها لقوى الدفاع الحضرمي وقوى النخبة الحضرمية. الرسالة التي وصلتها المليونية للمجتمع الدولي والتحالف العربي أن حضرموت هي جنوبية
لا تتجزأ من الجنوب، جنوبية جنوبية جنوبية، حضرموت الجنوب والجنوب حضرموت. هذه الرسالة التي أرادوا يرسلونها أبناء حضرموت، ومن أجل طرد قوات المنطقة العسكرية الثانية إلى جبهات القتال وإخراجها من محافظة حضرموت. مليون يونس الخلاص طالب التحالف العربي وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ اتفاق الرياض والبند العسكري المهم له نقل قيادات أو قيادات المنطقة العسكرية الأولى إلى مأرب أو إلى أي جهة أخرى في المناطق الشمالية. نحن عدة مرات جئنا لهم وخرجنا مظاهرات بالطريق السلمية، وقلنا عسى أن يخرجوا بالطرق السلمية، فلن ينصعوا بالطرق السلمية، سنتعامل معهم بنار على نار، وسيتم إخراجهم بالقوة إلى معقلهم في مأرب. رسالة المليونية هي الهدف منها إخراج المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت وحلال النخبة الحضرمية بدلا عنها، فما فائدة وجود منطقة وادي حضرموت؟ فالمعاناة التي يعيشها الوادي كل يوم ذبح وقتل وتفجير القيادات، فلا فائدة من وجودها. مليونية في سيون كانت ناجحة، وأرسلنا رسالة للعالم وللمجتمع الدولي وللإقليم كامل بأن هدف بناء حضرموت إخراج المنطقة الأولى من وادي حضرموت. نعم دكتور رزق الجابري، كما تابعت هذا الاستطلاع العينة من الشارع الجنوبي، تحدثوا بكل صراحة عن هذه الرسائل التي تضمنتها وحملتها مليونية الخلاص في مدينة سيئون. وأيضا أحب أن أنوه أنه كان معنا في المحور الأول الأستاذ محمد باتيس محلل سياسي، أيضا تحدثنا عن الرسائل والدروس، وتحدثنا أيضا على ردود الفعل من يعني التي عاقبت مليونية الخلاص في سيئون. في حقيقة الأمر أريد أن أستفيد منك في الانتقال إلى محور آخر ومن منظور أكاديمي في تحليل وتفسير الكثير من الأمور، فيما يخص أن حضرموت اليوم وصلت إلى مرحلة لا عودة، وصلت لمرحلة غضب شعبي عارم، يعني وقالت كلمتها بصوت عالي أنه لا يمكن أن تكون هنا قوات يعني تابعة للإخوان أو تابعة لقوى أخرى في حضرموت، وهناك عدد من المطالب. يعني ما الذي أوصل حضرموت إلى هذه المرحلة؟ أو معنى آخر، ما حجم الضرر الذي وقع على حضرموت وأبناء حضرموت جراء وجود هذه القوات العسكرية في المنطقة في وادي حضرموت؟ حقيقة أن حجم الضرر الذي وقع على حضرموت من هذه القوة العسكرية الموجودة ضرر كبير جدا. نعم. فهناك يعني لما نحصر الضرر هذا، أولا الضرر في السلام والأمن بدرجة أساسية، وهذا نعم. السلام والأمن ترتكز عليه مجموعة من المحددات التنموية. نعم. فلما نجي مثلا نلاحظ أن السلام والأمن في وادي حضرموت بدرجة أساسية مفقود تماما، لا يوجد الأمن لا يوجد السلام. لما نرسم دائرة السلام والأمن للمحافظات الجنوبية أو المناطق المحررة التي لا تخضع لإدارة الإخوان، بنلاحظ أن المنطقة ساحل حضرموت ينعم بالأمن والسلام. إذا انتقلنا إلى شبوة تنعم بالأمن والسلام. إذا انتقلنا وجود النخبة الشبوانية في حضرموت الساحل، وجود النخبة الحضرمية أمنت هذه المنطقة الأمن والسلام. في شبوة قوات شبوة قوات دفاع شبوة أمنت هذه المنطقة ومنحتها الأمن وحققت الأمن والسلام. نعم. إذا انتقلنا إلى أبين نلاحظ أن قوات الحزام الأمني يعني استطاعت أن تؤمن هذه المنطقة والأمن والسلام عام فيها. كذلك في عدن، ننتقل بعد ذلك إلى محافظة لحي، إلى محافظة الضالع، ننتقل إلى يافع. لكن عندما نصل إلى ملاحة مثلا عندك، نلاحظ أن الدائرة مقطوعة. هذه الدائرة مقطوعة في المهرة، الدائرة الأمنية في وادي حضرموت، في منطقة محافظة الأمهر. بالتالي هذه معناتها أن هنا إشكالية موجودة. هذا نعم. الأمن وسمع إشكالية موجودة، طالما أن غاب الأمن وغاب السلام، وهو نتيجة لإيش؟ لإدارة الأخوان. فعندما توجد إدارة الأخوان في أي منطقة ينتفي الأمن ويغيب السلام. وهذه هنا الآن في الأخير تعمل على إيش؟ عدم وجود الأمن، عدم وجود السلام، معناتها تعطيل لمنظومة الحياة، بالتالي التنمية. صحيح.
التنمية في حضرموت متوقفة في وادي حضرموت في إشكالية في تنموية، لأن هذه المنطقة العسكرية الأولى هي تعطل عطلت التنمية، مسار التنمية يعني أصبح في هناك يمر بمنعطفات، صح أنه يمشي لكن منعطفات ويصير في حالة يعني مشية سلحفة، وبالتالي هم أصلا التعاون الذراع العسكري لجماعة الإخوان والجانب الإداري لجماعة الإخوان عملوا على ماذا مثلا؟ على يعني تعطيل كامل لإدارة التنموية في وادي حضرموت، وهذه إحدى المشكلات التي يعاني منها وادي حضرموت. فعندما ننظر مثلا إلى الواقع العام، واقع الحياة المعيشية، هذه الإدارة عملت على إيش؟ عملت على وجود الفقر المتعدد الأبعاد في وادي حضرموت، وبالتالي هم يريدوا إيش؟ عملوا على تعطيل التنمية وحول المنطقة إلى منطقة رخوة، وحول المنطقة من ناحية الاقتصادية إلى إدارة عبر الجمعيات الخيرية، وهذه الجمعيات الخيرية التي يديرها تيار الإخوان يعمل على إيش؟ وجود الفقر متعدد الأبعاد. لاحظ، خذ مثال أعطيك مثلا فضل. الفقر، فقر الدخل، فقر الدخل، غياب مثلا مؤسسات الدولة أوجد إيش؟ وجود شرائح متعددة في الدخل. عندك الشريحة الأولى واللي هم جماعتهم هذا يستلموا يعني مبالغ كبيرة، الشريحة الثانية اللي هم الموظفين العاديين، فبالتالي هم عملوا على إيش؟ عدم إدراج المواطن في الدورة الاقتصادية، وبالتالي عدم إدراج المواطن في الدورة الاقتصادية معناته إيش؟ وضع المواطن في حالة شقاء وفي حالة بوس في المستوى المعيشي، وبالتالي دخل متدني جداً، وهذه إشكالية. هذه هو أهم ما وضع فيه وادي حضرموت بوجود هذه المنطقة وبوجود إدارة الإخوان في هذه المنطقة. المعذرة على المقاطعة، فقط أريد أن أدخل معك بعض النقاط لأهمية هذه النقاط التي ذكرتها. يعني لم يكتفي الإخوان المسلمون بتجريف موارد حضرموت، بل عملوا وفق سياسة ممنهجة لإفقار أبناء حضرموت وإشغالهم بأمور معيشية وخدمية لكي يلتهوا عن أمور أخرى بما فيها أمور سياسية. طيب، بالانتقال إلى الشق الاقتصادي، وهو ذو علاقة أيضا بالشق التنموي، يعني إذا ما تحدثنا اليوم بلغة الأرقام، الجميع يتحدث عن حضرموت وموارد حضرموت وأنها تشكل ما نسبته 70 إلى 80% من موارد البلاد النفطية، يعني كأكاديمي هل لديكم معلومات عن حجم الثروة الحضرمية نفطيا، عن حجم الإنتاج، هل في إنتاج اليوم، أين يذهب وكيف يذهب أو وكيف يخرج من حضرموت؟ النفط أقصد. بالنسبة لحجم الثروة، أولا حضرموت تملك ثروة متعددة، يعني متعددة الموارد، مواردها متعددة. نعم. لكن الأنظار اللي هو بدرجة أساسية اللي هو الموارد النفطية. الموارد النفطية هذه لا توجد بيانات حول حجم الإنتاج في حضرموت، ولكن بعض التقارير تكشف حقيقة الإنتاج وتكشف حقيقة عائدات النفط. هي لا تعطي حقيقة كم إنتاج النفط من حضرموت، لكن في هناك حد يقول لك إنه يعني 750 يعني مقارب مليون برميل، لكن نتحدث عن هذا لأن لا توجد أرقام حقيقية. لكن من خلال اللي هو التقارير الموثقة أيوة من هو مبادرة الشفافية، وجد إن نصف ثروة حضرموت، يعني معظم ثروة حضرموت تنهب عبر أولا الحماية الأمنية. نعم. حماية القاطرات والأمن العسكري. هذه أنا أستغرب كيف جاءت هذه الحماية الأمنية للقاطرات والأمن العسكري. هذه تسيطر عليها مجموعة من الألوية الموجودة، 4 ألوية. أه. اللوامشة والمنطقة وقيادة المنطقة الشرقية كانوا يسموها. نعم. الآن المنطقة الشرقية، وأيضا اللغة المدرع. هذه الألوية يعني تسيطر على أكثر من 2 مليون دولار في السنة. هذه المبالغ التي تسيطر عليها بإيش من حق؟ حماية مثلا قاطرات النفط، يعني الحماية معنا
يعني في حماية هناك، الأمن موجود، وزارة الدفاع موجودة. نعم. لكن هذه المنطقة تقول نحن نحمي هذه القطرات، نحمي أيضا الأمن العسكري. نعم. هذه الإشكالية عطلت التنمية في حضرموت، ما بالك إن لو راحت هذه التنمية لخدمة الكهرباء. اليوم حينما نتحدث عن هذه القوات ويعني أوجه هذه الأضرار يعني الناتجة عن وجودها، يعني أين تتمركز هذه القوات اليوم؟ نحن نتحدث عن تقريبا 15 مديرية أو 13 مديرية في الوادي، يعني هذه القوات أين تتمركز؟ يعني ما قانونية هذه القوات أيضا؟ يعني هل هي قانونية وجودها في حضرموت اليوم قانوني؟ أيضا أفراد هذه القوات معلوم أنهم جميعهم من محافظات شمالية، كيف يتنقلون بين محافظاتهم ويعودون دون أن يعني يمسون بأذى من قبل الحوثيين؟ يعني في أمور كثيرة ينبغي أن يعني يفهمها المشاهد اليوم عن طبيعة هذه القوات. شوف، هذا الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى حلقات كثيرة جدا. نعم. ولكن نسخصرها لك. أولا، أن هذه القوة تتمركز في وادي حضرموت والشريط الصحراوي، تتمركز في الوادي والشريط الصحراوي، في مديريات سيون، مديريات تريم، مديرية العبر، مديرية رمام، مديرية ثمود، مديرية الخشع، حور وادي العيم، مديرية القطن. نعم. وهذه أحد المشكلات اللي هي الموجودة في وادي حضرموت، تمركزها في هذه المنطقة. الجانب الثاني أن تركيبة هذه القوات هي من أبناء المحافظات الشمالية، وللأسف أنهم من عمران ومن حجة ومن المحويت، شفت كيف، ومن صنعاء. يعني من مناطق اللي هو التي اللي هي أصلا منطقة الزيدية التي، وآسف نتكلم عن المذهبية، لكن هذه حقيقة، حقيقة أنهم ينتموا إلى هذه المجموعة اللي هم اللي هي تأتي منها تسيطر عليها جماعة الحوثي. ثانيا، أن هذه المجموعة لم تشترك في أي يعني مواجهة عسكرية مع الحوثيين، بل أنهم صراحة أقول لك لما أعلن البيان الحوثي، هذه المجموعة تؤيد اللي هو جماعة الحوثيين. لذلك ما نلاحظ أن وجودهم في حضرموت هو وجود مقدمة أو لحماية الحوثيين، بالتالي هنا تؤمن عبور الأسلحة المهربة من منطقة المهرة ووادي حضرموت إلى منطقة الجوف ومنطقة مارب، وثم بعد ذلك إلى 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 صنعاء. لذلك بأن هي دورها أساسي هو حماية الحوثيين، وبالتالي معناته هنا عندما تقوم مثلا بهذا الدور لابد أن تقوم في الاتجاه الآخر بضرب حضرموت، ضرب أي واحد مثلا يريد أن يتكلم عن هذه المنطقة، أن هذه المنطقة مثلا لماذا وجدت هذه المنطقة، ما هي وجودها يا أخي الآن الخطورة الآن فين؟ نعم. أن هذه المنطقة بدأت تحمي النازحين، الآن يسكنوا النازحين على الشريط الصحراوي في المنطقة من رماه لمان العبر، معناته على حدود المملكة العربية السعودية، وهذه ظاهرة خطيرة جدا. يعني هذه المنطقة الآن أصبحت ضرورة إخراجها ضرورة اقتصادية لابد، وضرورة أمنية إذا أرادوا الأمن دكتور. والسلام في وادي حضرموت دكتور في لكي يلتحق بالأمن والسلام بالمناطق المحررة عشان استغل لابد أن تخرج هذه المنطقة. بالتداخل معك بعض النقاط فيما يخص يعني الأضرار، أيضا فيما يخص التغيرات الديموغرافية، وأنت أستاذ في دراسات سكانية، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر أيضا على حضرموت من هذه الناحية؟ البعض يتحدث أنه هناك مدن أنشئت بين مأرب وبين حضرموت، وهناك يعني نوع من الهجرة أو الوجود الكبير لجماعة الإخوان المسلمين في وادي حضرموت، وبالتالي يعني ما هي المخاطر الديموغرافية على حضرموت من هذا الجانب؟ شنو أقول لك الآن؟ في وادي حضرموت يتعرض لوضع ديموغرافي خطير جدا. بسبب عاملين، عامل الهجرة العشوائية القادمة من المحافظات الشمالية والنزوح المتعمد، وبالتالي أنا عملت دراسة على النازحين في وادي حضرموت، وجدت أن معظم النازحين يا أخي أعمارهم تتراوح ما بين 27 سنة إلى 54 سنة. يعني هذا 27 سنة إلى 54 سنة، لما نلاحظ أن هذه هي العمرية، هذه هي فئة السلاح، فئة حمل السلاح.
دي واحدة. وهذه خطورة مثلا. الجانب الثاني وجدت أنهم هذه المجموعة تسكن فين؟ تسكن في 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 فنادق. نعم. يعني هل يمكن نازح يسكن في فندق؟ يعني في اليوم يدفع لك 16,000، كم في السنة؟ كم في الشهر؟ كم في السنة؟ بالتالي الخطر الديمغرافي قايم. أنا بقول لك التركيبة السكانية في وادي حضرموت تتغير تماما الآن. معظم الآن أصبح، أنا أقول لك وهذه حقيقة. نعم. أن حجم السكان الآن النازحين الموجودين في المنطقة الشمالية يقارب في حوالي 32% من سكان وادي حضرموت. وإذا استمرت هذه النزوح فمعناته أن سيتحصل هناك التغير في التركيبة السكانية، والتغير في التركيبة السكانية سيؤدي إلى التغير في منظومة القيم الاجتماعية. أعطيك مثال نموذج واحد، العبر الآن. العبر الآن سكان العبر الحقيقيين يشكلون 3% من حجم السكان المريرية. 97% هم من المحافظات الشمالية، وقيس على ذلك اللي هو ورماه، وقيس على ذلك الآن بدأ في القطن. معناته أن هناك زحف يعني بشري منظم. أنا أقول لك هذا منظم بصراحة بهدف تغيير التركيبة، وهذا يضر بمن؟ يضر بالجنوب في المستقبل. أنا أقول لك ملف النازحين للأسف، والملف الديمغرافي للأسف، أن لا زال هناك فيه يعني عدم اهتمام، أو أن المجموعات التي ماسكة بهذا الملف دكتور، ملف النزوح والملف الديمغرافي. أسمح لي دقيقة واحدة. لماذا أسمح لي؟ لماذا هذا الإهمال فقط؟ أسمح لي دقيقة لهذا الملف. أنا أقول لك أولا فضل. إهمال ملف، إهمال الملف الديمغرافي وإهمال ملف النازحين. أنا لا أعرف مثلا، لكن وجدت مثلا بصيصة اللي هم مثلا غير مختصين في الديمغرافيا. يا أخي يا أخي واحد ماسك، أنا أعطيك مثال، واحد ماسك ملف النازحين وهو متخصص في الكيمياء، كيف يمسك ملف من النازحين ومتخصص في الكيمياء؟ يعني ماسك الملف مثلا الديمغرافي الملف الاجتماعي وهو متخصص مثلا في الاحياء. هل يعقل هذا الكلام؟ يعني صراحه انا اقول لك الملف الديمغرافي، انا اعطيك مثال بسيط جدا. انا زرت عدن قبل حوالي اسبوع. عدن فيها المنظومه يعني فيها الخدمات تتحسن، الكهرباء متحسنه، النظافه مرتفعه، لكن في ضغط ديمغرافي. الملف الديمغرافي بحاجه الى معالجه. إذا هناك يا أخي ما عندهم يعني لابد أن تنشط الدراسات، وفي المهرة أيضا يا دكتور تعرف من أين يتوزع هؤلاء، ما هي تركيبتهم الأمرية. إذا دكتور نحن نطلق صفارة إنذار من المهرة هذا الآن متغيرة تماما. أنا أيضا حتى المهرة. على الإعلام اليوم، معذر على المقاطعة، الإعلام اليوم الجنوبي يعني ينبغي أن يهتم بشكل أكبر ويسلط الضوء على هذا الملف الشائك. وأيضا كما ذكرت أنت لابد من يكون هناك متخصصين. طيب يعني أنتم بعد أن أجريتم هذه الدراسة الديمغرافية في حضرموت، يعني هل خرجتم توصيات معينة؟ أين وصلت هذه الدراسة؟ هل تم الأخذ بها من قبل السلطات المحلية؟ ما مدى التفاعل؟ كيف يعني شفتم التفاعل معها؟ أنا عملت هذه الدراسة والآن أطبعها في كتاب على حسابي الخاص عملتها. ولكن أتمنى من الجهات، مثلا أنا أتكلم عن وضع الجنوب بالذات برية أساسية محافظات الجنوبية، لأن في الخطر الديمغرافي هو من أخطر الأسلحة الموجود. فبالتالي هنا قضية الضغط الديمغرافي اللي يتعرض له. يا أخي هذه البطالة الموجودة، أنا أعطيك مثال، هذه البطالة الموجودة والمستوى المعيشي المنخفض، هذا والضغط على الخدمات الكهرباء، على التعليم، على الصحة، كل نعم. هذا سببه اللي هو نتيجة لعشوائية النزوح والهجرة غير المنظمة. يا أخي أنت تأتي معظم المهاجرين يقول لك أنا بشتغل، تشتغل في ماذا أصلا؟ اقتصار معطل. وبعدين نعم أعطيك مثال، هل هذا النازحين هذا كم يستلمون مرتباتهم أصلا؟ نعم يعني دكتور، بالتالي تحتاج إلى دراسة. أنا حينما سألتك، أنا أطالب الجهات المسؤولة عن وضع قاعدة بيانات، شوف وضع قاعدة بيانات ديمغرافية. المعذرة على المقاطعة فقط على ضيق الوقت، حينما سألتك عن التغير الديمغرافي لم أكن أعتقد أن حضرموت قد طالها هذا أيضا هذا الملف الشائك، لأنه كنا نعتقد أن عدن والمهرة هم الأكثر المحافظات الجنوبية التي تضررت من التغير الديمغرافية. طيب دكتور كسؤال أخير بعودة إلى موضوعنا الأساسي وهو مليونية الخلاص، يعني في دقيقة أخيرة وهذا السؤال الأخير، يعني كيف تتوقع تفاعل مجلس القيادة الرئاسي؟ كيف تتوقع تفاعل
دول التحالف، بما أن البيان الختامي لهذه المليونية ناشد التحالف بالتدخل والضغط على هذه الجماعات بتسليم حضرموت لأبنائها، كيف تتوقع هذا التفاعل وبشكل مختصر؟ أولا الآن الكرة رمت في ملعب مجلس القيادة الرئاسي ومجلس وهو التحالف، عليهم الآن أن يحلوا هذه المشكلة. هناك يعني وصلت الأمور إلى مرحلة يعني الخطورة الآن. نعم الخطورة الآن لابد إخراج هذه المنطقة. أنا أتوقع أن سيتم إصدار قرار بتحريك هذه المنطقة إلى مأرب، لأن الآن أصبح الشارع كله الآن محتقن. إذا تتوقع تجاوب يا دكتور؟ حضرموت كلها، وادي حضرموت خاصة، في حالة استنفار، سنستمر في نضالنا أتوقع أن يحصل تجاوب، وفي حال أتوقع أن يحصل تجاوب في القريب، وفي حال عدم وجود تجاوب ما هي خلال خيارات؟ شهر نوفمبر أتوقع ما هي خيارات 30 نوفمبر سيصدر قرار. في حال لم يكن هناك تجاوب ما هي خيارات؟ والله أنا بقول لك حاجة، فضل. أبناء حضرموت أولا سيستمر الضغط السلمي، لأن نحن شوف بقول لك الجنوب يعني وحضرموت بدرجة أساسية اللي هو مجتمع سلم مبني على سلم، مبني على ثقافة السلم، وليس على ثقافة الحروب، وليس على ثقافة التدمير. نحن نحترم كل يعني كل الآخرين، وبالتالي النضال السلمي سيستمر، ممكن تصل الأمور إلى العصيان المدني، وبالتالي تتوقف الحياة تماما. دكتور، ما هنا معناته أنك أنت بين أمرين، يا أما أن تعود الحياة مرة أخرى. أنا أستبعد الخيار العسكري صراحة، أستبعد تماما الخيار العسكري، لأن الخيار العسكري أولا يعني مكلف تماما، وبعدين ثانيا نحن لا ننسى مثلا ان منطقه التواصل الان او انتقال السكان الى منطقه المملكه العربيه السعوديه والى منطقه الخليج عبر حضرموت والمهره، وبالتالي اي مواجهه عسكريه وهم ولا يريدون اصلا. انا بقول لك بصراحه شوف ان تذهب الامور باتجاه يريدوا ان يجروا الى المواجهه العسكريه، لكن المعذرة على المقاطعة دكتور، كان بدنا أن تكون معنا وقت أطول لكن الوقت انتهى. لا أعتقد أن هذا هو الإخوان الذي يريدونه. المعذرة منك دكتور رزق الجابري أستاذ الجغرافيا السكانية، كنت معنا من مكلا، أشكرك في ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلتقيك في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. كما أشكر ضيفي كان معنا من عدن الأستاذ محمد باتيس، محلل سياسي، وأشكركم أنتم مشاهد الكرام على طول المتابعة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.